بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين. حياكم الله إخواني الأكارم في هذه المادة، مادة التجويد والقرآن للسنة الثالثة لطلاب جامعة الزيتونة الدولية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دروس مباركة وأن يجعل فيها نفعا يا رب العالمين. الصوت واضح والصورة معروضة إن شاء الله. تسمعوني إخواني؟ واضح واضح أبو. تمام إن شاء الله، حتى نبدأ. واضح واضح الصورة. أولا، طبعا هذه المادة المقرر فيها هو كتاب التجويد المصور، وهو كتاب يعني قمة في بابه كما نعرف جميعا، للدكتور أيمن السويد حفظه الله. وهذا الكتاب يعني قسم على السنوات في الجامعة، فالمطلوب مننا في السنة الثالثة هو الجزء الثاني، وما يتيسر منه إن شاء الله في باب المدود، وإن استطعنا أن يعني نكمل فنكمل إن شاء الله. طبعا هذه المادة تقسم إلى قسمين كما تكلمنا، نعيد الآن، قسم عملي وقسم نظري. النظري هو الكتاب هذا والبحث الذي سيقدم، والقسم العملي هو حفظ جزء قد سمع في السنة الثالثة، حفظ جزء قد سمع طبعا مع تطبيقات ما سنتكلم عنه من أحكام، وحفظ أبيات من المقدمة الجزرية. راح الصوت. نعم، الآن مسموع. تمام نعم، استمعت. قلت القسم العملي من المادة هو حفظ الجزء قد سمع، بالإضافة إلى حفظ أبيات من المقدمة الجزرية. وطبعا أيضا المقدمة الجزرية قسمت على السنوات، كل سنة يحفظ ما يقارب 25 بيتا. فإن شاء الله سنتابع من خلال المحاضرات، يعني المحاضرة ستقسم قسمين. في الجلسة الأولى نتكلم الكلام النظري الذي سنتكلم به، وفي الجلسة الثانية، زوم جلستين، في الجلسة الثانية سنبدأ بتسميع القرآن في جزء قد سمع، والتسميع ما نحفظه من الأبيات المصاحبة للأبواب التي سنتكلم عنها. يعني إن شاء الله الجلسة الأولى ستكون لي والجلسة الثانية لكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يمدنا من عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا إخواني الكرام، لا بد من مقدمة بين يدي هذه المادة. طبعا التجويد هي مادة وهو علم شريف، كما تكلمنا في علم التفسير، يستمد شرفه من ما يتعلق به. نعم، هذا العلم يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى وكلام الله سبحانه وتعالى، فهو من أشرف العلوم وأعظمها. لماذا؟ لأن بهذا العلم تستطيع إن أتقنته أن تنطق كلمات القرآن كما نطقها الصحابة الكرام، وكما نطقها نبينا صلى الله عليه وسلم، التي تلقاها عن جبريل عليه الصلاة والسلام، والذي تلقاها عن رب العزة سبحانه وتعالى. فأنت عندما تقول مثلا حرف التاء، تلفظ تاء أو طاء أو عين أو غين أو أي كلمة ولفظ في القرآن الكريم،
فإنك إن أخرجتها مخرجا صحيحا وأعطيتها صفاتها الصحيحة فإنك تنطق كما نطق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف عظيم، لأن القرآن نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين، فالقرآن عربي واللغة العربية وصلت إلينا ووصل هذا العلم الشريف معه. لذلك فلنحرص على تعلم هذا العلم. طبعا في السنة الأولى بدأنا معهم في المخارج والصفات، وعندكم إن شاء الله سنبدأ بهذه المباحث التي سنتكلم عنها، لكن لا بد لكم من أن تطلعوا، ولمن لم يسبق له اطلاع ودراسة أن يطلع على المخارج الصفات. فاتتنا، لكن يعني يمكن للإنسان أن يعوض بنفسه حتى يصل إلى ما نحن فيه الآن. الخطأ بالمخارج والصفات خطأ كبير، لأنه يترتب عليه تغير في المعنى. فمثلا عندنا كلمة عسى بالسين، إذا أخرج الإنسان السين مفخمة لم يعطها صفاتها فإنه ينطق عصى، عسى ربكم أن يرحمكم، تصبح عصى، وهذا تغير كبير في المعنى. لذلك يعني قلنا مخارج الصفات، المخارج والصفات من أهم الأبحاث التي يعني يتعلمها الإنسان قبل أحكام النون والميم. يعني إن لم يخرج حكم النون مثلا، من كان، لم يخرج الإخفاء مخرجا صحيحا، قال من كان، هل يتغير المعنى؟ لا يتغير المعنى، ولكن عند المخارج والصفات قد يتغير المعنى. مثال آخر، ربنا سبحانه وتعالى قال لينذر يوم التلاق، التلاق بالتاء، يوم التلاقي، يوم القيامة. وقال أيضا الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، هنا التلاق وهنا الطلاق. فإذا الإنسان لم يخرج المخارج من مخرجها الصحيح، فخم التاء مثلا فقال لينذر يوم الطلاق، فأخطأ خطأ كبيرا. لذلك المخارج مهمة جدا. أو قال الطلاق مرتان، أيضا تغير المعنى. فلذلك اعتنى العلماء اعتناء كبيرا بهذا العلم الشريف العظيم، علم التجويد، تجويد كلمات رب العالمين سبحانه وتعالى. والناظر في هذا العلم يدرك إدراكا تاما أن الله سبحانه وتعالى قد تولى حفظ هذا الكتاب العظيم، حفظا في السطور وحفظا في الصدور. فرب العالمين قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو الذي تولى حفظه سبحانه وتعالى، لم يكل حفظه لأهل الإسلام إلى البشر، كما أوكل حفظ التوراة والإنجيل. فأوكل الله سبحانه وتعالى حفظ التوراة لليهود فضيعوها وحرفوها، ثم أنزل الإنجيل فأوكل حفظها لهم فأيضا ضيعوها وحرفوها واخترعوا كلاما من عندهم وأسموها أناجيل لكنها محرفة. فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد هذا التحريف القرآن العظيم وختم به الكتب، ولأنه خاتم الكتب وخاتم النبيين، هو نبينا عليه الصلاة والسلام، لذلك تولى هو حفظ هذا القرآن العظيم حتى يوم القيامة، يوم يعني يرفع هذا القرآن من سطور الناس، فتفتح الناس المصاحف فلا ترى فيها كلاما، ويكون من حفظ هذا القرآن قد أنسيه بقدرة الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان. لذلك نرى هذا يعني التدقيق في أحكام التجويد، لأن ربنا سبحانه وتعالى قد تولى حفظه وحفظ نطقه وحفظ كلماته. طيب، أول من تكلم بهذه الحروف مخارجها وصفاتها، ويعني وضع لبنة أولى في
الكلام عن مخارج الحروف وصفاتها هو الخليل ابن أحمد الفراهيدي. هذا العالم كما قال عنه تلميذه سيبويه، قال إن الخليل قد تذوق الحروف، إن الخليل قد تذوق الحروف من شدة اعتنائه ودقة لفظه لهذه الحروف العربية، كأنه قد تذوقها كما يتذوق أحدنا طعامه وشرابه. أيضا أيها الأكارم، لابد لنا أن نعرف أن هذا القرآن وصل إلينا بالتواتر، بالتواتر الكتابي يعني في السطور، والتواتر الصوتي في القراءة، فجيلا عن جيل تلقاه الصحابة عن رسول الله، وتلقاه التابعون عن الصحابة وتابعيهم وتابعوهم أيضا عنهم، وهكذا جيلا عن جيل متواترا. ما معنى متواترا؟ نقول أنه وصل بالتواتر القرآن الكريم. فمن يشرح لي هذه الكلمة، ما معنى التواتر؟ السؤال لكم. التواتر هو جمع عن جمع عن جمع، نعم أكثر أحسنت، من 50 شخص تكون. أكثر من 50، نعم أحسنت. إذن التواتر هو جيلا عن جيل أن ينتقل الخبر. مثلا نمثل له، إذا حدث حدثا في منطقة ما فنقلها لنا شخص، نقل هذا الحدث لشخص آخر، وذلك الشخص نقله لشخص آخر، وهكذا شخصا عن شخص واحد فقط، وهكذا حتى وصلت إلينا. هؤلاء الأشخاص وهؤلاء الرجال نسميهم الإسناد، تمام؟ لكن بما أنه شخصا عن شخص تسميه آحاد، شخص واحد نقله. لكن لو حدث هذا الحدث في زمن ما ونقله جيل كامل من الناس، يعني جمع لا يقدر، قد يكون مئات عشرات آلاف، جمع كثير، نقله إلى الجيل الذي يليه، ثم الجيل الذي يليه نقله لمن بعدهم، ثم من بعدهم نقله إلى من بعدهم حتى وصلت إلينا. هذا النقل جيلا عن جيل هذا يسمى تواترا، بحيث يحيل العقل تواطؤهم على الكذب، يعني العقل يقول مستحيل أن يكذب هذا الجيل كامل، أن يتفق جيل كامل على الكذب، ثم يواطئهم الجيل البعد الذي بعده فيتواطؤون على الكذب، وهكذا. هذا مما يحيله العقل. لكن لو آحاد قد، يعني نقول قد يعني في غير القرآن أو غير السنة، قد يكذب الرجل، لكن الجيل بكامله يحيل العقل أن يكذب. وهذا القرآن بمجمله، هذا القرآن وصلنا بالتواتر جيلا عن جيل، سواء كان كتابة تدوينا رسما أو كان كلاما صوتيا، وصلنا بالتواتر. لذلك أيها الإخوة، نرى أن القراء جميعهم يتفقون، سواء كان هذا القارئ في أقصى الأرض وذاك في شرقها، فنراهم يتفقون من حيث الكلمة، من حيث الحركة، من حيث النطق، في التفخيم، في الترقيق، في المدود، طبعا على ما يختلف في القراءات، لكن نراهم إذا قرأ القارئ في أقصى الأرض والآخر في شرقها يتفقون، لم يتغير حرف واحد، لم تتغير حركة واحدة، بل حتى مخرج من مخارج الحروف، وذلك لأن ربنا سبحانه وتعالى قد حفظ هذا القرآن العظيم. أيضا مما يجدر الإشارة إليه أن هذا القرآن تارة يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أنزل القرآن، عندما كان ينزل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستدعي من؟ يستدعي كتبة الوحي، وجبريل حاضر، الوحي حاضر في المجلس، يستدعي النبي صلى الله عليه وسلم كتبة الوحي. كمين؟ من كان عندنا من كتبة الوحي؟ من في يعطينا؟ أكثر من صحابي، معاوية، سيدنا معاوية الحمد لله، وفي زيد بن ثابت كني، نعم زيد زيد بن بن ثابت، ثابت، و نعم معاوية بن أبي وأبي سفيان، بن كعب، أبي بن كعب، نعم 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 نعم
لكن معاوية لا أظن أنه منهم، الله أعلم. على العموم سيدنا معاوية كان كاتب الوحي. كان من كتابة الوحي. ايه بعدين طلع مزبوط، كان كاتب الوحي بعدين طلع. نعم. طيب الآن عندنا واجب، أحدكم يأتي بأسماء كتبة الوحي ويرسلها لنا على المجموعة. من؟ تمام استاذ استاذ حمدي، انا. اعاده السؤال نعم استاذ حمدي، ممكن اعاده السؤال بعد اعاده السؤال؟ حضرتك موكل ب إرسال كتبة الوحي أسماءهم جميعا على المجموعة مع ذكر ان شاء المصدر. الله ذكر المصدر نعم ان شاء الله، بكي بحاول إن ان شاء شاء الله الله. بعد الله المحاضرة. يبارك حياك ان الله. شاء الله. إن شاء الله خلال المحاضرات يعني سيكون هناك واجبات، هذا أولها طبعا حتى تعم الفائدة ونكون يعني نتشارك جميعا في هذا العلم. فيستدعي النبي صلى الله عليه وسلم كتبة الوحي فيكتبون القرآن الكريم الذي نزل، ومن ثم يعرضونه على النبي صلى الله عليه وسلم فيصحح، يصحح النبي صلى الله عليه وسلم إن كان هناك خطأ في الكتابة أو هناك شيء غير صواب، فيصحح له النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ الصحابي الذي كتب، يقرأ ما كتب. شيخنا الفاضل، ممكن هيك مداخلة بعد إذنك؟ تفضل. شيخنا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي لكتبة الوحي 10 آيات يكتبوها ويحفظوها، وفي منهم يعني يحفظوها عن ظهر قلب حتى يعني، ويعملوا ويطبقوها، تا يعطيهم 10 آيات تانية تا يكتبوها. والله أعلم. المقصود تقصد هذا بعد كتابة الوحي، يعني هذه المرحلة التي تتكلم عنها كقول أحد الصحابة عندما قال كنا لا نجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيها من تفسير وتأويل ومعاني، هذا في الاستحفاظ. لكن عند كتابة الوحي يكتبون ما نزل، فقد يكتبون 10 آيات أو يكتبون سورة كاملة حسب ما ينزل من القرآن الكريم في الأحداث والوقائع. فتارة تنزل آية واحدة وتارة تنزل سورة كاملة وهكذا. المهم أن الصحابة كتبة الوحي يكتبون في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعرضونه، يقرؤون ما كتبوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيجيزهم ويقرهم، ثم يخرجون إلى الناس فيعلمونهم ما نزل من الوحي. لماذا ذكرنا هذا؟ لنعرف أن المجلس لا ينفض حتى يقر النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب من الوحي، لأنه يعني حتى نعرف أن هذا القرآن محفوظ منذ ذلك الوقت. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقرأ على بعض الصحابة القرآن في غير مجلس كتابة الوحي. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب، أبي بن كعب قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا، سورة لم يكن، فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا من تعليم كما يسمى في الحديث يعني الأكابر، أو قراءة الشيخ والطالب يسمع. وتارة يكون العكس، أستاذ يقرأ. حمدي، تفضل. شيخنا، الرسول صلى الله عليه وسلم أمي، كان يعني ما بيعرف الكتابة، نعم بس إنه كان سيدنا جبريل هو يعلمه اللفظ القرآن، هو يتلو عليهم وإن يقروا مثل ما ينقلن، وبعدين يرجعوا شو اسمه كتاب الوحي بعد ما ينقلن، إنه يراجع الرسول صلى الله عليه وسلم نفس اللفظ. نعم بس هو يعني أمي كان طبعا الرسول صلى الله طبعا، عليه وسلم يقرؤون ما كتبوه ويقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. ويحفظه النبي بتحفيظ الله له، يحفظه النبي صلى الله عليه وسلم بتحفيظ الله له سبحانه وتعالى. فطبعا
كنا نقول أن تارة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن والصحابة يسمعون، وتارة يقرأ الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود، قال له اقرأ علي القرآن، فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ يعني هذا القرآن. استغرب عبد الله بن مسعود فقال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عبد الله بن مسعود من سورة النساء من بدايتها حتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يبكي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تارة يختلف بعض الصحابة على القراءة فيرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصحح لهم، كما اختلف عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه المسدد الملهم، اختلف مع هشام بن حكيم بن حزام في قراءة، فاحتكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأ عمر شيء في نفس الآية وقرأها قراءة أخرى هشام بن حكيم بن حزام، فأنكر عليه عمر. شيخ، هل تذكر الآية؟ شيخنا الفاضل، لم تذكر هل تذكر الآية اللي صارت؟ الأثر الذي يعني قرأته لم أي أول مرة بسمع عليكم مثلا من إسرائيلية أو ما لا سند أو ضعيف أو موضوع لا هيك، يعني لا هو ما صار خلاف بين أصحابي على القرآن على القراءة، إيه، هو صار تمام، خلاف. أنا بذكر مرة وحفظتك وأخذت نقطتك، تفضل. صار خلاف لما كان شو اسمه الحجاج بده ينقط القرآن وش اسمه أبو الأسود ما يرد عليه، قام هو الحجاج اتصل مع واحد، يعني اتفق مع واحد إنه يقرأ القرآن غلط، نسيت الآية، قام قرأها بسورة، يعني إنه يظلمونا تظلمونا، إنه قال أعوذ بالله أبو الأسود أعوذ بالله، وراح الحجاج وقال له خلاص بدي ينقط القرآن وشكله، نعم والله أعلم. هي هيك نعم هذه قصة صحيحة. هذه في وضع رسم القرآن، هذه في بس زمن ما متأخر، لكن الآن هي أول مرة بسمع إنه ما صار خلاف بين أصحابي على القراءات، هي أول مرة بسمعها. نعم، يعني نعم تفضل. الإنسان يموت وهو يتعلم ويسمع بأمور لم لا يسمعها. تمام أستاذ، أنا سمعت إنه عمر بن الخطاب والصحابي نعم، الآن هذه القصة لبيان نعم القراءات. نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تمام. احتكم إليه عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم، يمكن ايوه هشام بن حكيم، نعم نعم صحيح، هشام بن حكيم بن حزام، انا سمعانها وقريانها القصة. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهشام اقرأ، فقرأ الآية، ثم قال لعمر، فقال له لما قرأ قال هكذا أنزل، يعني أقره، ثم قال لعمر اقرأ فقرأ فأقره، قال أيضا هكذا أنزل، يعني هذه الآية كان لها أكثر من قراءة. وهذا في الذي يطلع يعني يرى كثيرا من القصص نحو من هذا النحو. أستاذ حمدي، هاي القصة هي واردة، بس ما بعرف مين، إنه اثنين اختلفوا وراحوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه الرسول كان يقرأ بسبع قراءات، نعم، سبع قراءات على على سبع سبعة أحرف، أحرف. إيه إنه هاي إنه كان يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه اختلفوا مظبوط هاي، بس ما بعرف مين اللي اختلف فيها بالضبط، اللي هي اختلفوا واردة عمر بعض. بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام نعم صحابيان. الله جزاكم الله خير. وإياكم أخي. طيب الآن عندنا بعض الحروف، الحروف العربية تنقسم إلى قسمان: منطوقة ومكتوبة. المنطوقة هي 29 حرفا، والمكتوبة 28 حرفا، والفارق بينهما هي الهمزة. فالهمزة لم تكن موجودة، يعني كرسم كتابة لم تكن موجودة حتى وضعها الخليل ابن أحمد الفراهيدي، عندما يعني من خلال التجربة وكثرة النطق رأى أنها قريبة على مخرج العين، اثنتان بخرجوا من الحلق، فأخذ أول حرف العين قسمها وقال هذا الرمز للهمزة،
وقبل ذلك لم تكن العرب يعني تنطق تكتب الهمزة ككتابة، لم تكن تكتب، فتارة تكتب بدلا منها حرف، مثل كلمة سؤال لم تكن هناك همزة، كانوا يكتبون بدل منها الواو نفسها، يعني لا يكتبون شيئا. سئل يكتبون بدل منها الياء فيخففونها. العلماء إذا كانت في آخر الهم آخر الكلام فيحذفونها فيقولون العلماء. وهذه قراءة أيضا من القراءات العشر، بيحذفون هذه الهمزة فيقولون العلماء. وقراءة أخرى تضاف مثل زكريا يقولون زكريا في رواية شعبة عن حفص. وآخرا القرآن الكريم يتميز عن اللغة العربية بأربعة أشياء. نحن قلنا أن القرآن هو باللغة العربية بلسان عربي مبين، لكن هناك أمور يفترق فيها القرآن واللغة. يعني القرآن لو جردناه من هذه الأمور لأصبح يعني كاللغة العربية، لكن هذه مما يتميز القرآن عن اللغة. فاللغة العربية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شعر، وهو الشعر الذي نعرفه نظم، ونثر الكلام العادي، هذا يسمى نثرا، شعر ونثر وقرآن. فالقرآن هو قسم مستقل في اللغة، يعني لا يشبه الشعر ولا يشبه النثر. لماذا؟ لأن هناك فوارق بين الشعر، بين النثر الكلام العادي للعرب، وبين القرآن. ما هي هذه الفوارق؟ قال أول شيء إطالة المدود. إطالة المدود وهو يعني المبحث الذي سنبدأ به إن شاء الله في هذه المحاضرات. المدود، هذه المدود هي مما اختص الله سبحانه وتعالى به القرآن الكريم. فالعرب لا تعرف في كلامها إطالة المدود عن حده الطبيعي. مثلا ما نقول جاء الطامة، هذا المد ليس من اللغة العربية، ليس كان لم يكن موجودا قبل نزول القرآن، هذا خاص بالقرآن الكريم لا تنطق به العرب في كلامها، إطالة المدود. أيضا الشيء الثاني هو إطالة الغنن. عندما نقول مثلا من الجنة والناس، من الجنة والناس، هذه الغنن إطالة الغنى أيضا لا تعرفه العرب بكلامها، وإنما الغنة هي من أصل الحرف، عندما نقول الميم أو النون فيوجد غنة لكن طبيعية موجودة مع أصل المخرج، لكن إطالتها هي من مما يتميز به القرآن عن اللغة العربية. الشيء الثالث الذي يميز القرآن عن اللغة هو السكت في بعض المواقف، في بعض المواضع، مثل من يعطينا موضع فيه سكت، سكتة لطيفة كما كلا بل بل كلا بل راق خضر كلا وقيل. بل راق كلا بل ران أيوة أحسنت، ممتاز. وقيل من راق، هذا الكلام، هذه الطريقة في الكلام غير مألوف عند العرب، لم تكن العرب تلفظ به، وإنما جاء به القرآن مما يختص به القرآن. كلا بل ران، هذا مما يختص به القرآن. أيضا من خصائص القرآن عن اللغة هو التنغيم. التنغيم والقراءة به على هذا النحو، عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، عندما نقرأ بهذه الطريقة هذا مما اختص به القرآن. ولم تكن العرب يعني تقرأ على هذا النحو، إنما كان كلامهم نثرا عاديا من غير تنغيم ولا تلحين. وهذا مما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فكان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يتغنوا بهذا القرآن،
وقال زينوا القرآن بأصواتكم أو زينوا أصواتكم بالقرآن، روايتان. وأيضا عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر يقرأ فأخبره في اليوم الثاني، فقال له: يا رسول الله، لو أعرف أنك كنت تسمع لحبرته لك تحبيرا، يعني أنه حسن صوته به. فهذا استاذ هذا عبد الله بن مسعود اللي قال لحبرته لك تحبير، عبد الله بن مسعود، سيدنا هذا عبد الله بن مسعود. هذا أظنه أبو ذر، لست متأكد، لكن غالبا هو أبو ذر الغفاري. نعم، ابو ذر. نتأكد منها إن شاء الله. فهذا مما يتميز به القرآن عن اللغة العربية. أربعة، من يعيدها؟ أنا شيخ تفضل. عبد الرحمن. إطالة المدود، الغنة، السكت، الترنغيم. ممتاز ممتاز، ما شاء الله، جزاك الله خير. إذا هذه كانت مقدمة، بين يدي هذه المادة، فحتى نعرف ماذا يعني نتعلم وشرف ما نتعلم. وإن شاء الله في المحاضرات القادمة نبدأ بها، يعني في الكلام النظري عنها، وسنبدأ في باب المدود، في الجزء الثاني من الكتاب، نرسله لكم إن شاء الله على المجموعة. فإلى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا تأويل كتابه، وأن يفهمنا إياه، وأن يرزقنا نطقه كما نطقه هو، وكما نطقه نبينا عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين. إن كان هناك أي سؤال ما يتعلق بالمادة أو ما يتعلق بالمنهاج، أستاذنا نجيب. الكريم،